تمكين حق التقاعد لمن استوفى 32 سنه من العمل البرلماني يكشف جديد التقاعد الخريفي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس امرا اشترك في القناه واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد اليكم اخر مستجدات وتطورات في ما يخص التقاعد كشف البرلماني خليفه بن عبد عن طرح ملف التقاعد ووضعه بين أيدي البرلمانيين، وهذا لمناقشته وإطرائه، والتركيز على عمال الوظيفة العمومية، خاصة عمال الصحة والتربية، والنظر في بعض المهن الشاقة، والفصل بين العمل الإداري والبيداغوجي، وهذا لتمكينهم من حق التقاعد لمن استوفى 32 سنة من العمل، فعلياً. وكذا الوقوف على مساهمه عمال المؤسسات الماليه والاقتصاديه حيث سيتم اقتطاع اموال طائله من الرواتب الشهريه لعمال هذه القطاعات ويبقى كل ذلك مرهونا حسبه بتشريح وقائع وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعرفة أسباب اختلالاته وطرق موازنتها مع تحسن الوضعية المالية للجزائر كما سيسمح تمكين عمال تربية من التقاعد دون شرط السن بفتح مناصب عمل بيداغوجية جديدة لفائده خريجي المدارس العليا للتعليم والجامعات واعطاء نفس جديده للقطاع بعد تسريح الذين استوفوا 32 سنه عمل كامله على غرار المصابين بالامراض المزمنه والمستعصيه كالضغط الدموي والسرطان والحساسيه وضعف الرؤيه مقابل فتح مجال الرغبه في مواصله المسار التعليمي والمهني لعمال الصحه كان ذلك متوقف على أريحية خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخزينة الدولة على حد تعبيره إذا أعجبكم الفيديو وأردتم التعمق في المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب